Good morning. أسعدتم صباحا أيها السيدات والسادة، أرحب بكم في هذا الحدث الجانبي حول حالة العراق، وسيكون الموضوع حول حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. أرجو أن تتذكروا أن هناك قوانين جديدة أصدرتها الأمانة، وهي منع التقاط الصور، ولكن بالطبع إذا ما قام منظم الحدث بالتقاط صور فلا ضير. كما تعلمون فإن حالة العراق هي مثال الكوارث المتعددة الجوانب، فبداية اعتداء غير شرعي دون ولاية من مجلس الأمن وتعد على دولة كانت هي الركيزة الأولى في التقدم في الشرق الأوسط، ولم يكن يتعلق الأمر بتدمير البلد فقط، ولكن الكوارثي هو ما تبع الاعتداء والغزو من تدابير مجحفة، وتبع ذلك عدم التحقيق وعدم مساءلة مرتكبي الانتهاكات. وإن لم تحدث أي مساءلة فسيفقد المجتمع الدولي مصداقيته. اليوم سنستمع إلى الخبراء وسنستمع إلى الشهود الذين رأوا بأم أعينهم ما دار على أرض الواقع وما شاهدوه وما عايشوه، ثم سنتحدث عن مسؤولية منع الإفلات من العقاب وضرورة ملاحقتهم. إذن سنستمع الآن إلى السيد جون باتش، وهو من كبار حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السابقين، وعين في مسؤولا للأمين العام بشأن حقوق الإنسان في ليبيريا والعراق ولبنان وفلسطين ونيبال، وأناط به الأمين العام العديد من المبعثات في نيجيريا وكمبوديا والكويت، واليوم سيحدثنا عن حالة العراق. لك الكلمة السيد جون باتشي. شكرا. كما تعلمون قضيت 33 سنة في هذه القاعات وفي البعثات المختلفة، أي عشت حياتي جالسا إلى جانب رئيس الجلسات أو مرتديا زي الميدان للتحقيق في حالات حقوق الإنسان. ولقد ترأست مكتب حقوق الإنسان في بغداد اليونامي من 2004 إلى 2006، وبعد ذلك وبعد أن أكملت مهمتي وأنا لدي جنسيتان، أنا من مالطا وأنا شيخ من مالطا ولكنني شاب من أستراليا، وأنيط بتدريب المسؤولين العراقيين لمدة 4 سنوات، دربنا فيها أكثر من 200 مسؤول عراقي من الوزارات المختلفة، وزارة حقوق الإنسان السابقة التي لم تعد موجودة اليوم. ما أريد قوله اليوم، وذلك بناء على معرفتي وعلى التحقيقات التي أجريتها، وبشكل خاص ما وصل إليه ما يسمى بالمقررون الخاصون المكلفون بولايات. السيد تير من هولندا كان المقرر الأول بعد الحرب الأولى في الخليج، وتبعه بعد أن تخلى عن مهمته أفروماتس، والذي كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان من قبرص. ولكن عندما وقع الغزو في 2003 انتهت ولاية المقرر الخاص، وبدلا من ذلك تبع ما يسمى اليوم يونامي، وزميلي
الجالس إلى يساري كان رئيسا لتلك البعثة، وكان يحدون الأمل في أن ننجح برصد حالة حقوق الإنسان في العراق، ووضعنا لذلك نظاما. وكنت آنذاك في بن، وبعد ذلك أرسلت إلى عمان ثم إلى بغداد وأربيل والبصرة والناصرية إلى حد ما، وحتى أصبح الوضع الأمني غير محتمل، وبالتالي قيد نشاطنا إلى حد كبير. ووضعنا هيكلا على أساس تجميع المعلومات من خلال اللقاء مع الضحايا وأسرهم، والمكتب في عمان كان هاما للغاية لأن هناك تدفق كبير للعراقيين نحو الأردن، وكنا نقابل هؤلاء، واتسعت شبكتنا وتعاوننا مع مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية وجمعيات الضحايا الذين كانوا ضحايا النظام السابق. حققنا قدرا من التقدم، ولكن لم نتمكن من نشر هذه المعلومات وتوصيلها إلى الهيئات الخاصة بحقوق الإنسان والتي يمكنها أن تقوم بشيء، لأنه قيل أن العراق الآن يمر في مرحلة انتقالية. ثم أتت يونامي، وقامت يونامي بمتابعة العمل الجيد وهو الرصد وإعادة البناء. وبعد مرور عدة سنوات، أي السنتان الأولتان لي وبعد ذلك بسنوات، بدأنا نتلمس ظهور الحكومة الوطنية وبناء الهياكل السياسية واعتماد الدستور الأول وترجمته، وأنشئت وزارة لحقوق الإنسان، ومهمتنا كانت تأييدها، وكنا سعيدين بذلك لوقت ما. وبحلول مغادرتي لمست أن التركيز على حقوق الإنسان بدأ يخفت، ولم تعد الأولوية هي حماية الأفراد وأسرهم، وهذا كان هو قلب عملنا وانشغالاتنا في مجال عملنا في حقوق الإنسان. إذن قمنا، وصلنا اقتراح بإنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان، والآن بعد مرور سنوات كما يعرف الجميع تتضح الصورة. لجنة حقوق الإنسان كما تعرفون هامة، ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا للإبلاغ المباشر، فالمنظمات غير الحكومية تعمل بين الحكومات والضحايا، ولكنها لا يمكنها أن تحل محل أي منهما، ولا يمكنها أن تكون مستقلة تماما. فلجان حقوق الإنسان تتعرى للضغط وللمديح وللترهيب وضغوط مختلفة. إذن على المستوى المحلي في العراق، فقد الفرد إمكانية اللجوء إلى سبل الجبر والعدالة، لأنه لم تعد هناك هيئات يمكنه اللجوء إليها، وبالتالي طلب من يونامي أن تقوم بهذا الجهد. ووصلنا تقرير من يونامي كل شهر إلى مجلس حقوق الإنسان، ووضعت فيه بضعة فقرات ضئيلة عن حالة حقوق الإنسان. بعد ذلك أنشئت لجنة حقوق الإنسان، ثم قام مجلس حقوق الإنسان بالنظر في مساعدة العراق من خلال توفير المساعدة التقنية. وتذكرون أنه في أيام الإجراءات الخاصة الأولى لمجلس حقوق الإنسان كانت بعض البلدان تعمل على تحسين أوضاعها، وحتى لا توصم بأنها قيد التحقيق
نظر إليها بأنها تتلقى المساعدة التقنية، وكان هذا وضع غواتيمالا وعدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية بشكل خاص. والعراق آنذاك افترض مثلا أنه إن كنت تتلقى المساعدة التقنية كبلد فلن يتم التحقيق في أوضاعك، ولكن هذا ليس كزرار يمكن الضغط عليه نعم ولا. إذن كان هناك الانتهاكات المستمرة حتى أثناء التدريب، وبالتالي أصبح الوضع في العراق يفوق بكثير مجرد المساعدة، ويقل كثيرا عن ضرورة المستوى المطلوب من التحقيق. وبعد ذلك ظهرت داعش، وهذا خلق غبارا غطى الصورة الحقيقية. والآن نجد مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان يركز على الفظاعات التي انتهكتها داعش. وإذا ما استعرضنا تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان فنجد أن هناك عدد كبير من التقارير التي تصدت للوضع في العراق، ولكن تقريبا لم يكن هناك أي تقرير منها يغطي وضع الأسر والشباب والمهنيين والسلطة القضائية والواقع اليومي للعراق. ولقد قمت بطباعة هذه الصفحة. هذه الصفحة تحتوي على كافة التقارير التي تقدمت بها اليونامي حتى العام الماضي 2017 وبدءا من 2005. ولكن إن استعرضتم أي من هذه التقارير فلن تروا أي شيء يذكر حالات الاختفاء القسري مثلا، أو حالات القتل خارج نطاق القضاء، أو حالات الاغتيال التي سمعنا عنها. وفي الصفحة الخاصة بالعراق، إذن هذا تقرير يونامي في يساري، وهذه الصفحة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الإجراءات الخاصة، وهناك زيارة من المقرر الخاص المعني بالأقليات، وهذا موضوع هام. ولكن ماذا عن الحق في الحياة والحق في الحياة بدون تعذيب؟ وماذا عن خدمات الأجهزة الأمنية التي تسيطر حاليا على أي شيء يخرج من العراق؟ بعبارة أخرى، الفرد في العراق لا يتمتع بالحماية التي ينص عليها قانون حقوق الإنسان. وقبل المقرر الخاص بالأقليات كان هناك المقرر الخاص بالنازحين الداخليين. هذا موضوع معقد جدا، إن كان هذا نزوحا أوليا أم ثاني من الجنوب العائدين بعد الغزو الذين عادوا إلى الشمال منطقة الأكراد ومن كركوك وغيرها من المناطق المناجرة. إذن هناك ثلاث أنواع من النزوح في العراق. ثم بعد ذلك ماذا عن حقوق الإنسان التي تؤثر بحياة الفرد، الحريات الأخرى؟ لم يكن هناك أي تحقيق بشأنها. ونجد أن مجلس حقوق الإنسان أصبح يلف ويدور حول حالة حقوق الإنسان في العراق ولم يتصدى لها بتاتا. إذن هذه هي الحاجة للتحقيق. ماذا عن المجلس؟ المجلس عندما أنشئ في 2006 كان يقصد منه أن يحل محل لجنة حقوق الإنسان التي زعم بأنها أصبحت سياسية جدا. أنا أحب الطبخ، وعندما أستخدم نفس المكونات تكون الطبخة ذات الطعم،
وبالتالي أجد أنه لا يوجد أي تغيير كبير بين لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، باستثناء أن المجلس أضاف الطباخ قدر كبير من الملح، فأغلق المجلس أبوابه أمام المجلس المدني. إننا هنا في حدث جانبي، هذا الحدث ينبغي أن يكون حدثا رئيسيا. هذا النقاش الذي يدور هنا ينبغي أن يدور في مجلس حقوق الإنسان وليس في قاعة جانبية. عليه من الأهمية بمكان أن نعيد ثقافة مجلس حقوق الإنسان، ولهذا نجد هذا العدد القليل جدا من التقارير من مجلس حقوق الإنسان. وسأحاول الانتهاء من كلمتي قائلا أنني أعتقد أن على المجتمع المدني أن يلعب دورا أهم حاليا. إذا ما أخذتم الإجراءات لمشاركة مجلس مدني لتسجيل الأسماء وللحصول على مقعد، الأمر متعب جدا. لقد عملت لمدة 16 عاما في الأمم المتحدة، ولقد تعاملت مع المنظمات غير الحكومية، ونظمت المؤتمر العالمي في فيينا، وحضر هذا المؤتمر حوالي 13 ألف مشارك، ولكن المنظمات غير الحكومية كانوا في قلب هذا الحدث، ولم يكن من الممكن أن تجرى مناقشة حقيقية وجادة حول حقوق الإنسان إلا بمشاركة الجهات المختلفة، وليس كما يحدث في الاستعراض الدوري الشامل. في الحاشية يذكر مشاركة لا تزيد على 10 صفحات من قبل المنظمات غير الحكومية. إذن أصبح مجلس حقوق الإنسان منعزلا عن الواقع الذي يعيشه منظمات المجتمع المدني. وأرى أن على المجتمع المدني أن يصل إلى طرق أفضل تحسن وتعزز من عمله وتعاونه في قلب مجلس حقوق الإنسان. ولا أغالي إذ أقول أنني شاركت منذ 40 عاما في مجال حقوق الإنسان، وأرى نفس الوضع ينطبق على بلدان أخرى وليس فقط العراق. ولكن أقول من صميم قلبي أن السنوات التي قضيتها في العراق أقنعتني بنبالة العراقي وقوة سماته وثقافته وشخصيته وحضارته، والدين الذي يدين به العالم بأسره لهذا البلد. وبالتالي إننا نضر بأنفسنا إن استمررنا في تجاهل الوضع في العراق وما يقوم به المجلس. في رأيي بحاجة إلى أن يتحسن، وأرى أن الكرة الآن هي في ملعب المجتمع المدني. إذن مديرة الحدث أعطتني 10 دقائق، فعلي أن أتوقف، ولكن أناشدكم بذل كل ما هو ممكن لكي تواصلوا هذا النقاش. شكرا جزيلا على عرضك هذا. الواقع أنا أحب الاستماع عليك حتى ولو تحدثت لمدة 10 ساعات، لكنني مضطر إلى متابعة الأمر. إذن سنتابع المتحدث التالي، السيد طاهر بومدرة، وكان رئيسا لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في بغداد سابقا، وممثلا خاصا للأمين العام للعراق. شكرا. لقد تحدثتم عن طريقة إنشاء اليونامي، وسأخبركم عن طريقة العمل وطريقة إنهاء الولاية. بعبارة أخرى، كما ذكر جون وكما تركها، كانت تواجه صعوبة من جراء قرار اعتمد في 2007 أعاد تعريف رسالة ومقاصد وأغراض بعثة اليونامي في العراق.
وما كان مقيدا للعمل ولرصد حقوق الإنسان في العراق هو عبارة مفادها أنه لا يمكن إجراء أي شيء دون التصريح الواضح من حكومة العراق. بعبارة أخرى، اليونامي وكافة وكالات الأمم المتحدة واليونامي لا يمكنها أن تقوم بأي شيء دون أن تحصل على تصريح من مكتب رئيس الوزراء، وأصبح هذا عائقا رئيسيا في عملية رصد حقوق الإنسان في العراق. فقط في ذلك الوقت عندما صدر قرار مجلس الأمن، ولسوء ذلك أيضا أذكر اليوم عندما تم تطبيق تلك الاتفاقية، والاتفاقية في الحقيقة هي ترتيبات بين حكومة العراق والولايات المتحدة للانسحاب، انسحاب القوات الأمريكية بعد بعد انهاء وجود تواجد تلك القوات التي كانت متواجده هناك. دعوني اركز هنا على بعض المواضيع الحساسه والساخنه التي كانت ذات اهتمام اثناء عند 2008 الى 2012. كان ذلك حسب معلوماتي كانت الفتره التي كان فيها رئيس الوزراء المالكي، كان يرتب يعد مكتبه ويوسع من صلاحياته التي لا منازع لها. ودعوني أخبركم أيضا موضوع أمرا آخر، بعضا قليل من الناس قد يكون ذلك الأمر، وهو أن الرئيسي ترك العراق، كان تكليفه لم يتم تمديد من قبل الأمين العام بان كيمون، لأن كان لديه نزاع مع رئيس الوزراء المالكي. الملك لم يكن مسرورا مع نتائج الانتخابات، وطلب من بعثة المتحدة أن تبتعد عد الأصوات، رفضت البعثة والمالكي قرر التخلص منه، وبالنهاية ترك العراق دون أن يتم التمديد له، وذهب إلى بلد آخر. في الحقيقة لم يتم التمديد له. حتى أريد أن أخبركم كيفية سيطرة حكومة العراق على بعثة الأمم المتحدة في العراق، فبالتالي ما لم يكن يتم القيام بشيء دون رضا الحكومة. الآن عندما تم تطبيق الاتفاقية، السلطات الأمريكية تحديدا بقوة المهام 1 و 2 و 1 و 3 و 4، وهي اللواء الذي كان مسؤولا عن إدارة السجون في العراق، المهم مهمة 1 3 4 كان يقودها الجنرال الفريق كوانتو، ربما لديه أفضل سجل وأفضل إرشيف حول الأوضاع في أوضاع السجون في العراق منذ 2003، والآن هو متقاعد، وأنا متأكد كما مثلك جون سوف يكون حرا في الحديث عن الوضع، وأعتقد أن من الأمر الجيد أن نتواصل معه للذين يقومون بالأبحاث في هذا الجانب. كنت الموسيط بين حكومة العراق والقوات الأمريكية، وعندما تم إطلاق سراح السجناء فمكتب حقوق الإنسان يكون مشاركا في الإشراف على إطلاق سراحهم. ولكن هناك بعض التفاصيل تدرك أن كيف يختفوا الناس وكيف يتم اغتيالهم.
هناك بعض التفاصيل. قوة المهام 1-3-4 اختاروا السجناء طبقا لمستوى وضعهم، مدى خطورتهم، والناس كان يتم محاكمين بالقتل وجرائم عامة، وتم تصنيفهم كأقل سجناء أقل خطورة، بينما الأشخاص الذين كانوا متهمين فقط متهمين ربما أن يكونوا يهددون الأمن تم تصنيفهم في أعلى الدرجة من ترتيب التصنيف الأمني ذوي يعني اهتمام خاص. فعندما يتم إطلاق سراحهم يتم تصنيفهم حسب مدى خطورتهم، وبعد ذلك يعطى لهم دي بادج أو هذه البطاقة على صدرهم وراية في رؤوسهم بحيث يتم معرفتهم، يتم التعرف عليهم بسهولة الذين سوف يتم إطلاق سراحهم والذين سوف يتم تسليمهم إلى في أماكن اعتقال أخرى من قبل حكومة العراق. عندما يأتون إلى عندما يغادرون مركز الاعتقال هنالك آخرون بانتظارهم في الخارج. عندما يكون لديك تلك الباج والعلامة في رأسك بالتأكيد من السهولة يمكن استهدافك وتختفي ببساطة. إذن في التباين في الأرقام التي تقول القوات الأمريكية التي تطلقها من القوات الأمريكية والتباين في الأرقام التي تحصل عليها الحكومة العراقية كبير جدا، الفارق كبير جدا. أحيانا نحصل من الأمريكان نتسلم من الأمريكان هذا الشهر أطلقنا مثلا 750 مثلا، وبعد ذلك نحصل على ونتلقى من الحكومة تقول استلمنا هذا الشهر من الأمريكان 1250 فقط. بالتالي الفارق هنا ما بين 250 و750 بالتأكيد هذا يعتبر هؤلاء يعتبرون مخفين قسريا ولا أحد مسؤول عن ذلك، لأن الأمريكان يقول قد أطلقنا سراحهم والحكومة العراقية تقول لم نتسلمهم. فبالتالي أين يذهبون؟ ما الذي يحدث لهم؟ لا أحد يدري إلى اليوم. إضافة إلى ذلك فإن السياسة التي تم تبنيها وهي مهامكم ومناط تكليفكم دائما كانت خصائصها هي قائمة على الطائفية، والمساجين 85% من سنة والبقية كبقية الآخرين بقية الطوائف. فبالتالي ترى أن الإيقاف وإلقاء القبض يتم تنفيذه على أسس طائفية. إذن الموضوع الآخر الذي أود أن أشدد عليه هنا أنه بسبب النوع تلك المهام الخاصة بالبعثة المتحدة في العراق إمكانية الوصول إلى السجون لم تكن سهلة للجميع. حتى البعثة نفسها إلى 2012 برغم أنها كانت تحت البند السابع، ولكن ماذا زاد حكومة العراق عليها أن تعطي موافقتها على أي أمر يتم من قبل البعثة. فبالتالي زيارة السجون يجب أن يتم ترتيبها من قبل السلطات العراقية، وكان لدينا إمكانية وصول قليلة جدا للوصول للسجون. وإذا علمنا أن الأمريكان أعدوا أو أسسوا 3 مراكز اعتقال رئيسية بوكارم في البصرة والتاج في بغداد وكروبر في قرب مطار العراق الدولي، هذه 3 مراكز اعتقال بوكا في الشمال مثلا يستضيف أو يضم حوالي 25,000 موقوف أو معتقل. 25,000 معتقل هو
الأمريكان يشيرون إليه بسخرية على أساس أنه جامعة الإرهابيين، تجنيد الإرهابيين. وبكر البغدادي كان أحد طلاب تلك الجامعة بالمناسبة. وفي الحقيقة هذا كان سوء إدارة للسجون. وحتى أكون منصفا، فإن الأمريكان طبقوا سياسة تحترم القانون الدولي الإنساني في التعامل مع هؤلاء. والأمريكان موظفين الأمريكان مدربين، بينما الأمر الأخطر هنا أن السجون نفسها التي تدار من قبل العراقيين تدار بصورة تتجاهل تماما قانون الدولي الإنساني وسيادة القانون بشكل عام. لماذا؟ القانون العراقي في الحقيقة يتيح لوزارة العدل لإدارة السجون، ومحظوظين أن يذهبون عبر تلك الإجراءات الواجبة وأن تدار تلك السجون قبل وزارة العدل. ولكن بجانب وزارة العدل، السجون وزارة العدل، هنالك أيضا سجون تديرها وزارة الداخلية، وهنالك أيضا سجون تديرها وزارة الدفاع، وأخرى تديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والسجون أخرى تدار بصورة خاصة بدارة تبع رئيس الوزراء، أو السجون سيئة السمعة، سجن الشرف الذي اختفى كثير من الناس فيه في الشرف. هؤلاء تديرها بصورة خاصة مكتب رئيس الوزراء. إضافة إلى ذلك، هنالك أيضا سجون أو مراكز اعتقال تديرها أحزاب الأحزاب السياسية، خاصة في الشمال وفي كردستان، إقليم كردستان. فبالتالي هذا هو الوضع، جعل الأمر مستحيلا للبعثة المتحدة أو أي منظمات غير الحكومية الوصول إلى تلك السجون. وكثير من الانتهاكات والتعذيب حدث فيها وفي تلك الأماكن. وأنا متأكد تماما أن هنالك فترة من الزمان عندما تعاوننا بصورة وثيقة مع وزارة حقوق الإنسان في ذلك الوقت، كان هناك وزارة حينها في العراق، وربما كان الوزارة هي التي تعاونت معنا. وبحسب طالبنا تم التحرر عن بعض الأماكن، واكتشفوا ما الذي يحدث داخل، ولم يتم ذكره في تقارير اليوناميد. تدري كيفية الإجراءات فيما يتعلق بتقارير البعثة المتحدة في البداية؟ أولا المعلومات تمر إلى البعثة عبر القوات الأمنية العراقية، والبعثة المتحدة ليس لها إمكانية الوصول لتلك المعلومات. والفترة ما بين، أنا أتحدث هنا عن أثناء فترتي، لا يمكننا أن نذهب إلى أي مكان دون ترتيبات أمنية مبالغ فيها. ولكي نذهب، أولا علينا أن يكون لدينا مرافقة من القوات الأمريكية، ومرافقة من القوات العراقية، وأيضا مرافقة من حراسة الأمم المتحدة. فبالتالي مع كافة تلك الترتيبات علينا لزيارة أي مكان، علينا أن تقوم الترتيبات قد تستمر شهرا كاملا لإجراء تلك الترتيبات. وكنت أذهب إلى وزارة العدل، ذهبنا وزارة قبل زيارتي للوزارة، كان عليهم أن يحتلوا الوزارة 3 أيام قبلها. فبالتالي سياسة الأمم المتحدة لا تتسامح تماما فيما يتعلق بالأمن. فبالتالي تسامح صفر مع مواضيع الأمنية قد يكون مستحيل للبعثة المتحدة في العراق أن تتحرى بصورة موضوعية أو ترصد بصورة موضوعية. فبالتالي نحصل على كافة المعلومات من القوات الأمنية العراقية. هذا السؤال، علامة استفهام كبيرة حول تقارير حقوق الإنسان. الأرقام التي نحصل عليها عبر الأمن العراقي، قوات الأمن العراقية، وما نصفه في الصحف
في الموصل وغيره، الأجساد المرمية في الموصل والتي تلام بها القاعدة وداعش، أيضا تلك الأجساد أو عبر تخبرنا بشأنها القوات الأمنية العراقية، وجدنا عدد من الجثث ويتهمون القاعدة بذلك. لدينا معلومات موثوقة بالتأكيد نحصل عليها من قبل المجتمع المدني تخبرنا بأن الناس يقتلون في السجون ويرمون في الشوارع في الفجر في الصباح، وبعد ذلك يقال بأنهم ضحايا القاعدة وداعش. دعوني، ربما الوقت يمر، أريد أن أنتقل قليلا إلى مواضيع أخرى تتعلق بعمل البعثة الأمم المتحدة في العراق. في وقت ما كان بعد 2010 تحديدا، بدأوا في الحديث عن إيجاد آلية جديدة لحماية الأقليات. ودعوني أقول هنا أن حماية الأقليات هنالك مستويات مختلفة من التحيز هنا. بعض الأقليات أكثر حماية من الأخرى. أنا شخصيا اعترضت على ذلك وقلت علينا أن نحمي على أسس المواطنة وسيادة القانون والوصول للعدالة. فبالتالي كافة العراقيين دون أي تمييز، بصرف النظر عن منهم، بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقيتهم، عليهم أن يكونوا محميين طبقا لسيادة القانون وطبقا للمنظومة القضائية في العراق. ولكن أصرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أنه علينا أن نوجد نوع من الآلية. حذرت من هذه الآلية سوف تؤدي إلى تقسيم المجتمع في النهاية بصورة غير لا يمكن معالجتها. ولكن عندما أتى الدبلوماسي قال في مكتبي، قال كيف هذا لا أقدر أسمي أي مجتمع، أي مجموعة محمية من الأخرى، لأنه قد يثير نوع من الانتهاء. دعوني أقول هناك بعض الغلق بشأن بأن بعثة الأمم المتحدة كانت على دورها المساعدة في إعادة في المصالحة وإعادة البناء أيضا. فالترتيبات الأمنية أو الوضع الأمني كان في المنطقة الخضراء، منغلقين في المنطقة الخضراء، جعل الأمر مستحيلا بدون تمييز، أن كافة الوكالات الأمم المتحدة 18 وكالة كانت موجودة في المنطقة الخضراء. قضوا شهورا وشهورا في داخل البعثة فقط يشربون انتظار اليوم لكي يمر، لم يكن لديهم أي عمل يؤدونه. أنفق كثير من المال، لم نقم بأي شيء، لا يمكن الوصول، والأمن كان لأسباب أمنية لم يكن يسمح لنا بخروج من تلك المنطقة. كان الوضع جعل بعثة الأمم المتحدة ليس ذات أثر، وكان يجب أن ينهى. الحقيقة نائب الوكيل الأمين العام المعني عن الشؤون السياسية أتى إلى بغداد في 2011 لإنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق. فبالتالي بدأ إغلاق المكاتب. بعثة الأمم المتحدة لديها مكتب ضخم جدا في الأردن تم إغلاقه، ومكاتب كذلك مكاتب البعثة في الكويت تم تقليلها إلى المواضيع الفنية فقط، تقديم ال فيما يتعلق بتقديم مواد وما قد يحتاجونه. ولكن أماكن اليوناميت في الكويت تم إغلاقها فعلا. وكان من المفترض في 2012 أن نسلم المفاتيح لحكومة العراق. لا أدري كيف أن يوناميت فجأة تم إبعاثها من جديد أو انعاشها من جديد،
وقلت ان ما زال سمعت ان ما زال يصدرون بعض التقارير عن حقوق الانسان حول الوضع والمال المنفق على فرد واحد في اثناء فترته لشخص واحد يكلف $1,000 شهريا، والبعثة أكثر من 1000 شخص أعداد أفرادها. تفكروا كم من المال الذي سوف $1,000 في الشهر لكل فرد بيتعلق بالأمن فقط، الإجراءات الأمنية. إذن ما يمكن قوله أن هنالك نوع من هناك مال. علينا أن نسأل هل يستحق ذلك الأمر أن نبقي على بعثة اليوناميد في العراق، بينما الحاجة لرصد الوضع نريد شخص، نحتاج شخصا واحدا فقط، مقرر خاص بشأن حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في العراق. هذا سوف يقلل موازنة الأمم المتحدة بمبالغ كبيرة للغاية، ولكن بطريقة ما استمر في إنفاق هذا المال الذي لا حد له، وربما من باب احترام الجون لا نتحدث عن الفساد في تلك المنظومة، لأن الفساد موجود الآن. لقد ذكرت ذلك. هل أليس علينا أن نطلب من تعيين مقرر خاص وإغلاق اليوناميد؟ سوف أترك النقاش لكم. شكرا جزيلا.